واخده جايبه 98% وانت دارسه اداره تسويق وسوق مال. صح؟ صح. دبلوم الدراسه الفنيه التجاريه المتقدمه. بالظبط. تصدقي ان انا مع واحد من اصدقائي النهارده كنا شايفين العناوين بتاعتكم واحنا فرصه ان انت جيتي، وقلت له انا هسالها بالليل عشان انا مش فاهم ايه دبلوم الدراسه التجاريه المتقدمه ده. كويس بقى عشان اعرف منك ايه ده بالظبط. هي التجاره فيها اقسام كتيره قوي، فيها اداره وتسويق وسوق المال، بس اخر سنه كلنا بنبقى قسم واحد. اوكي. بس هي يعني كاداره بندرس ماده الاداره اللي هي كان محاسبات وكده. عندنا محاسبات كتيره جدا، يعني درست على مدار ال5 سنين محاسبه ضرائب ومحاسبه ماليه ومحاسبه حكوميه. انت كده جاهزه على كليه إدارية. التجاره يعني؟ انت خدت اللي بياخدوه في كليه التجاره؟ انا يعتبر خدت محاسبات كتيره جدا. يعني بفضل ربنا انا كنت بطلع الاولى دايما في بسم الخمس الله ما سنين شاء الله. بس 5 سنين. لما جيتي تدخليها اخترتيها على اي اساس؟ هو انا كنت حابه الثانويه العامه، بس بابا قال لي يعني في ظروف اقتصاديه وكده يعني خش التعليم الفني، ومن هو اسهل وابسط ان انا اخش الكليه وكده، تمام. فانا دخلتها على اساس كده. فانت دخلتي على الاساس ده؟ اه. بس انت ما رحمتيش بابا قوي شكلك، لانك خدتي دروس برضه. لا طبعا، الفضل كله يرجع لربنا في الاول، والبابا ونعم بالله. والوالدي والمدرسين جدا. طب كنت بتاخدي دروس كتير بقى؟ انا كنت باخد دروس في كل المواد برضه؟ هو فرقت يعني الثانويه العامه يا بنتي؟ لا بس يعني ها؟ مش كل المواد قوي يعني. في كل المواد قوي. والدراسه بتاعتك كنت بتروحي ولا زي الثانويه العامه برضه لا في وقت طبعا. بتبطلوا تروحوا خالص؟ لا كنت بروح. كنت بتروحي؟ ومدرسين برضو ما قصروش هناك. بس قولي لي، ما جالكيش اي لحظه من اللحظات ندمتي قلتي ما كنت ادخل ثانويه عامه؟ لا، ان كنت حاسه ان الموضوع بسيط ومنه ادخل الكليه. انت يعني هتدخلي كنت بقى، انت شايفه عايزه تقدمي على تجاره دلوقتي؟ مش كليه تجاره ان هتكملي شاء بقى الله. تخشي كليه التجاره ان ان شاء شاء الله. الله. ان شاء الله ان شاء الله.